السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا نشوف في موقع فلتوار ازاي اشتغل في موضوع الاسكادولينج. خلينا نضيف تاسك جديدة اهوت ونديها الاسم مثلا، ونبدأ نحط لها تاسكات ونبدأ نحط لها تشيك ليست. ونقول له مثلا دي خلال التاسك بتاعها مثلا البريوريتي بتاعتها الستارت ديت، تم اضافتها اهيت تمام. طيب ممكن اجي هنا واقول له انا عايز اشوفها في الاسكادول فتيجي بالشكل دوت. فممكن انا ابدا ارحل كده اخليها مثلا تبدا في اليوم دوت. خلي بالك هي معروف انها عدد معين من الايام فبيلتزم هو بعدد الأيام ديت تمام. تقدر تعلم عليها هنا وتقدر تيجي هنا في الأكشن تعمل تقول إنها كومبليت أو فيرتفاي أو دوبليكيت أو شيفت ديت أو مانج. يعني ممكن تقول له إن دي كومبليت فخلاص خدت لون إنها دي خلاص خلصت. ممكن تقول له إن دي فيرتفاي أو تقول له لأ افتحها لي تاني، أو ممكن نقول له دوبليكيت تمام. بقت متكررة فممكن الحاجة الجديدة دي تديها تاريخ مختلف مثلا وهكذا. خلي دي مثلا تبدأ من هنا، ممكن تقول له دي مثلا اللان الرياضيات. ممكن اقول له انا عايز اعمل منها مثلا شيفت ديت، أقول له مثلا عايزها خمس أيام فيبدأ ينقلها يقدر خمس أيام. ممكن تقول له دي أنا عايز أضيف تشيك ليست ليها، دي تشيك ليست أو تشيك ليست من الموجودة، وتبدأ تختار من التشيك ليست الموجودة. اللي بقى تحط مثلا الشيك ليست كذا 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 خاصة بيها، ممكن تاخدهم كوبي بيست من أي مكان تاني.